يتجول عبد المالك في شارعي حسيب بن بوعلي وسط العاصمة ليجد محلا من أجل اقتناء ما يلزمه من الملابس نصف الموسمية بعدما بقيت ملابسه الشتوية في رفوف الخزانة بسبب بقاء درجات الحرارة مرتفعة وغياب الأجواء الشتوية المطرة. اليوم جينا نافيق ونشوفو كشعفسه شابه يا اخو، ما قريم ما كشتها يا اخو، بقاو 4 ايام عليهم جديد يا اخو، ما قريم دايرين يا اخو حوايج تاع الشتاء يا اخو، راهم بروموسيون وبصولدينهم شويه، جينا نشوفو عفسه تاع ديمي سيزون يا اخو. بينما اضطر التاجر رياض صاحب محل لبيع الملابس لاعاده عرض ملابس الخريف في عز الشتاء بعدما عرف محله عزوفا عن اقتناء الملابس الشتويه ما كبده خسائر فادحه. وما قريتو درناهم سول درنا نقصنا لهم درناهم براس مالهم هكذاك والو شغل باش ريكيبيرو دراهم هنا برك حتى عشينا خرجنا حتى حوايج تاع دومي سيزون اللي خبيناهم تاع الصيف خرجناهم. طلع لاسطنبول تخلص وتهبطها ومنا تخسر كاع دراهمك هكذا كي تجي انت لهنا الجزائر ما كاش ربيع. علاش ما كاش ربيع؟ كاين سخانه دومي سيزون تسمى واش درنا زادنا درنا لي سولد راك في السولد هنا تنقص زيد 100 200 الف نحي زعما سلعه نقولوا انت تشريها بطون تدي فيها هذيك ال 100000 زيد نحي هذيك ال 100000 وزيد ما تبيعش وكي تبيعها زيد تبيعها بالخساره فهمني. كاين عفايس جبناهم تاع الشتاء ماهمش يتمشاو إيه بيسك الناس تحوس عفسه خفيفه ديمي سيزون فهمني ولينا نديرو دي سولد. حال عديد المواطنين هنا لا يختلف عن حال عبد المالك، فرغم تخفيضات اصحاب المحلات الا ان عزوف الزبائن عن اقتناء الملابس الشتويه هو الغالب الاعم. انا مع السخانه وربي ان شاء الله يا اخو يطيح علينا المطر كيما يقولوا، واك تشوف رانا بلي دو ميمونش يا اخو، الخوا كاع راه بلي دو ميمونش يا اخو، شرينا حوايج تاع الشتاء يا اخو ما لبسناهمش، راك تشوف يا اخو سخانه راهي. الصباح لبس فيستا كدا وندم دوكا يلحق 12 راني نادم كي لبس الفيستا باسكو سخانه راهي. مصائب قوم عند قوم فوائد، مقولة تنطبق على حال عبد المالك، فبعد جولة سريعة في شوارع العاصمة استطاع شراء ملابس بأبخس الأثمان من عند رياض الذي أثر الكساد في نشاطه وعائدته.